الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. هذا صحيح البخاري، وهذا نقف عنده بعد الحلقة إن شاء الله نعطي الباقي. نعم، النبي لم يداوم على صلاة الضحى. طيب، باب المريض يطوف راكبا، كتاب البخاري كتاب الحج، باب المريض يطوف راكبا. ذكر بسنده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، يعني يشير إلى الركن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه وكان يقبله وكان يسجد عليه. رضي الله عنك أحمد السلام، أرجو أن تكون في صحة تامة وخير وعافية، رضي الله عنك ويسر عليك الله أمرك. ثم روى الحديث الثاني عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه قالت: شكوت إلى رسول الله أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت ويقرأ والطور وكتاب مستور. هذا شرحناه تفصيلا، وهذا الباب باب الطواف. يصح للمرء أن يطوف راكبا مريضا أو غير مريض، يعني يصح له ابتداء أن يطوف راكبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، ولكن طاف راكبا كما قال العلماء، يعني كان العذر بذلك أنهم يلتفون حوله فيسألونه فيجيبهم. وإلا في الشفعية يرون بأن الطواف على غير ركوب هو الأصل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فيجوز للمرأة أن تطوف راكبا، والمرأة أن تطوف خلف الرجال سواء راكبة غير راكبة. وهنا أم سلمة قد طافت راكبة خلف الرجال، وفيها دلالة واضحة جدا على أن البعير رواث البعير أو يعني أبو البعير أجلكم الله على الطهارة، لأن الطواف راكبا سيأخذ وقت وهو في المسجد، ولا يمكن أن يمسك نفسه البعير، قد يقضي حياته وهو يسير. وهذه فيها لو كانت نرسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن يجتنبوه. وإلا فالنبي قد قال اشربوا من ألبانها وأبوالها، اشربوا من ألبانها وأبوالها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمربض الغنم، ولما نهى عن معاطي الإبل ما نهى عنها للنجاسة، قال أنها خلقت بما خلق منه الجان، فبين العلة علة أخرى. ففي هذا الحديث يدل على أمرين من السنة عند الطواف: أن يستلم الحجر أو يقبله ويسجد عليه، فإن استلمه بيده يقبل يده، فإن استلمه بمحجن يقبل محجن، فإن أشار عليه يشير ويكبر بسم الله الله أكبر ويشير ثم توفى. فعل ذلك النبي كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا طاف النبي على البعير، فإذا يجوز الطواف سبعا على بعير كما قال النبي: لكل أسبوع ركعة. الفوائد المستنبطة: ديننا دين اليسر، لا وجب مع عسر، من السنة المستحبة الائتساء بالنبي باستلام الحجر تقبيلا وسجودا عليه. بهذا نكون قد انتهينا من يعني الكمل، ان عندنا الحلقة الآن حلقة الحلقة اليوم، فسامحونا ما عندنا سنة داود والمغني، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا بعد الحلقة. أستأذنكم الآن وأشكر لكم فضلكم لأن الوقت ضاق جدا، فسامحوني. ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.